أكد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية رئيس وفد مملكة البحرين أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جنيف أن النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أسفر عن تحقيق منجزات رائدة في مجالات الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة وتنمية بشرية وسياسية واقتصادية واجتماعية في مختلف المجالات. دعم الحريات وتعزيز استقلال القضاء والتشريعات العامة الوطنية في مملكة البحرين حازت على تقدير اللجنة الأممية التي رأت في مسار البحرين الحقوقي تقدماً واضحاً وملائماً لمعايير حقوق الإنسان. جاء ذلك ضمن تقرير مملكة البحرين بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي عرض أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. مساعد وزير الخارجية عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري ترأس وفد البحرين مؤكدا أن المملكة ماضية في تعزيز الوعي والممارسة على أسس حقوق الإنسان وثقافة الديمقراطية والمواطنة. وفيما يتعلق بالإطار الذي يتم من خلاله تطبيق العهد، فأود أولا الإشارة إلى المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى الذي تجسد في ميثاق العمل الوطني الذي حظى بالتأييد بنسبة وصلت إلى 98.4% في استفتاء عام، وأكد مساندة الشعب البحريني بمختلف القوى والتيارات والأطياف ومؤازرته لجهود الإصلاح الذي وضع أطرها الميثاق وعكسها دستور مملكة البحرين والذي عدل في العام 2002 و2012 متضمناً من بين عدة أمور النص على الحقوق والحريات والمقومات الأساسية للمجتمع البحريني بما في ذلك النهج الديمقراطي واستقلالية القضاء واحترام دولة المؤسسات وسيادة القانون. الوفد البحريني المتخصص أجاب على مجمل تساؤلات اللجنة الحقوقية وبيّن أوجه ملائمة القوانين المحلية للمعايير الدولية. بينا للوفد أو الخبراء الذين سألوا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن ما تقوم به حكومة البحرين من جهود من أجل دعم عمل المرأة في مختلف القطاعات وأيضا مكافحة أي تمييز ضد المرأة، إلى جانب الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين من أجل حماية ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين ومكافحة أي تمييز ضدهم. كانت الأسئلة مباشرة والإجابات أيضا كانت مباشرة، لأن التشريعات حقيقة في مملكة البحرين تشريعات راقية جدا، وهذا سهل علينا مهمتنا وجعل إجاباتنا يعني تكون بشكل وافي وكافي. استعرضنا من خلالها أهم التعديلات التي وردت في القوانين وأهم التعديلات التي تناولتها معظم الأنظمة المختلفة والمطبقة في مملكة البحرين، ولله الحمد اللجنة طبعا تلقت هذه المداخلات المتعلقة بالتشريعات القائمة في مملكة البحرين بشكل إيجابي وتعاملت معها بشكل إيجابي. هذا كله طبعا ينصب إلى أن التشريعات القائمة هي في ظل توجه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك إلى أن توجد هناك دولة قانون دولة مؤسسات. مملكة البحرين حققت إنجازات كبيرة في تنفيذ ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. تم تقديم كلمة البحرين أمام اللجنة والتي أسهبنا فيها في إبراز إنجازات مملكة البحرين، خاصة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى في تدشين مشروعه الإصلاحي الرائد والمتطور فيما يتعلق بالممارسة الديمقراطية اللي هي تعتبر ممارسة الحقوق المدنية والسياسية، ونضج التجربة البحرينية والمشاركة الواسعة والاستفتاء على ميثاق العمل الوطني بشكل منقطع النظير، الأمر الذي يبين للجنة الاجماع الوطني على الثوابت الوطنية في مملكة البحرين والمشاركة الشعبية وما تحظى هذه القيادة وهذه الحكومة من دعم ورعاية واهتمام حرص المواطنين والمشاركة في كافة إدارة أمور الدولة. التعاون والتكامل بين الأجهزة التربوية والتعليمية والثقافية والجهات الإعلامية والوطنية المستندة إلى قضاء نزيه حام لحقوق الإنسان وحرياته أثرت مناقشة التقرير الأولي للبحرين أمام اللجنة الأممية. مناقشة تقرير البحرين الحقوقي الأولي المعني بتنفيذ العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أظهر مدى التزام مملكة البحرين بالعهود والقوانين الدولية مرتكزة على قضاء مستقل واحترام لدولة القانون والمؤسسات. دينا أبي صعب، جنيف، تلفزيون البحرين.